تصعيد جديد للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات وقرى الضفة، طالت عددا من المواطنين وسط اندلاع مواجهات ومقاومة رافضة لأعمال الترهيب والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال المدينة وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها واعتقلت عددا من المواطنين. الأمر ذاته جرى في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وبلدة عالار شمال طول كرم ومخيم عين السلطان شمال أريحة، فيما اندلعت مواجهات في بلدة سعير بالخليل ألقى خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الاحتلال، في حين اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة. وشهد مخيم عسكر وقرية الناصرية شرق نابلس مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من الفلسطينيين وجرى تحويلهم للتحقيق إلى جانب احتجاز عائلة محمد بلاونة في قرية النصارية. واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة وعبثت بمحتوياتها بمحافظات الخليل وجنين ورام الله ونابلس وبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، كما استكملت قوات الاحتلال أيضا هدم منزل عائلة محمد أبو طير من بلدة أم طوبة جنوب القدس. من جانب آخر شارك عشرات المستوطنين في تقطيع وتكسير أشجار الزيتون المعمرة شرق سلفيت بالضفة المحتلة التي تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث قطعت أكثر من 300 شجرة معمرة في تلك المنطقة بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم وهجرها لصالح الاستيطان. وتواصل لاقتحاماتهم المتكررة واصل عشرات المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية تستفز مشاعر المسلمين.